السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات مدرسة المنتزه الخاصة، تلاميذ الصف الخامس الابتدائي. معاكم النهاردة ميس سارة رمضان، وهنراجع مع بعض درس من دروس اللغة العربية، وهو العلم النافع وتقدم المجتمع. نرى الحديث مع بعض. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحديث ده سنة خمسة حفظ، أتمنى منكم أنتوا تحفظوه. طيب تعالوا نتناول مع بعض كده إيه المعاني الصعبة اللي فيه ونتناول شرحه. عن أبي الدرداء، بدأ الحديث عن أبي الدرداء، يعني إيه؟ عندي يعني حد سمع الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء رواه للمسلمين. يعني لما يجي يسألني ويقول لي من راوي هذا الحديث، هقول له راوي هذا الحديث أبي الدرداء. ومعلومة لكم، الدرداء دي اسم ابنته. تمام. طيب إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. الكلمة الصعبة اللي في السطر الأولاني، أول كلمة هتقابلنا صعبة كلمة ورثة، وورثة دي جمع ومفردها وارث، والمراد بها هنا في الحديث عالم يتولى نشر العلم والهداية، زي الأنبياء بالظبط. طيب لم يورثوا دينارا، دينارا هنا معناها إيه؟ دينارا دي عملة ذهبية كانت بتستخدم قديما، ودينار مفرد وجمعها دنانير. ولا درهما، درهما برضو هنا معناها إيه؟ درهما عملة قديمة بس كانت عملة فضية وكانت تستخدم، ودرهم مفرد وجمعها دراهم. فمن أخذه، أخذه هنا بمعنى حصل عليه أو ناله. طيب لا مضاد، مضادها فقده، أعطاه. طيب بحظ، حظ معناها نصيب، ووافر معناها كامل، ومضادها ناقص. بعد ما طلعنا المعاني الصعبة، تعالوا كده نشوف الشرح. هو أصلا الحديث بيتكلم عن فضل العلم والعلماء. تعالوا مع بعض كده نتناول الشرح. لما يقول لي إن العلماء ورثة الأنبياء، يعني إيه كده؟ يعني إيه ورثة؟ يعني إن منزلة العلماء تأتي بعد منزلة الأنبياء. الاتنين بيعملوا حاجة واحدة بس، الاتنين يؤدون دورهم في هداية الناس إلى الخير. فعشان كده بقول العلماء ورثوا الأنبياء، منزلتهم تأتي بعدهم، الاتنين بيهدوا الناس إلى الخير، سواء العلماء أو الأنبياء. طيب ولم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. في نوعين من الميراث هنا، لم يورثوا دينارا ولا درهما، ده ميراث إيه؟ ده ميراث المال. إنما ورثوا العلم، يعني في ميراث للعلم. طيب العلماء بيرثوا إيه؟ أكيد العلماء بيرثون من الأنبياء العلم النافع اللي هو بيفيد البشرية، مش أي علم، سواء العلم ده كان علم ديني أو كان علم دنيوي. طيب بما إن في ميراث للعلم في الحديث وفي ميراث للمال للحديث، أيهما أفضل؟ طبعا ميراث العلم هو أفضل. طيب ليه ميراث العلم هو أفضل؟ لأن المال ينفذ وينتهي، ولكن العلم دائم وباقي وينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. عشان كده هو ميراث العلم بيكون أفضل ميراث للإنسان. يعني في النهاية كده سنة خمسة، جملة الشرح إن الحديث ده بيوضح لنا أن منزلة العلماء تأتي بعد منزلة الأنبياء، لأنهم يؤدون دورهم في هداية الناس إلى الخير، والعلماء يرثون من الأنبياء العلم النافع الذي يريد البشرية، فكان من كان العلم فقد نال حظوظ الدنيا. طيب نشوف مع بعض كده مواطن الجمال. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن يبقى أسلوب مؤكد بإن، ولما يقول إن العلماء ورثة الأنبياء ده فيه تعظيم لمكانة العلماء. طب لم يورثوا وورثوا بينهما إيه؟ تضاد. التضاد هنا بيبرز المعنى ويوضحه. إنما ورثوا العلم، شفت إنما يبقى أسلوب مؤكد بإنما. طب ورثوا العلم، هو العلم ينفع أمسكه بإيدي كده وأدي لحد ورثه له؟ لأ، يبقى شبه العلم بشيء مادي يورث، مثل الأرض والبيوت والمال.
أخذ بحظ وافر. الجمال فيها ده بتعبير بيبين فضل العلم، عشان العلم هو المكسب الحقيقي للإنسان وأفضل ميراث له. تعالوا نحل مع بعض التدريبات. معنى ورثة هو عالم يتولى نشر علم. حظ معناها نصيب، وافر معناها كامل. طيب مفرد العلماء العالم، مفرد ورثة وارث، مفرد الأنبياء النبي. جمع دينار دنانير، جمع درهم دراهم، جمع العلم عشان في الحديث العلم يبقى جمع العلم العلوم. جمع حظ حظوظ، مضاد أخذ أعطى. طيب السؤال الثاني عن أبي الدرداء: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نحل معنى ورثة: عالم يتولى نشر العلم. ومفرد العلماء العالم، وجمع دينار دنانير، ومضاد وافر ناقص. طيب من ورثة الأنبياء؟ كما نفهم من الحديث ورثة الأنبياء هم العلماء. ما منزلة العلماء؟ تأتي بعد منزلة الأنبياء. ولماذا؟ لأنهم يؤدون دورهم في هداية الناس إلى الخير. ما المقصود بالعلم في الحديث ده؟ هو مقصود بيه علم ديني بس ولا علم دنيوي بس؟ لا، هو قاصد بيه العلم النافع، العلم النافع الذي يفيد البشرية. طيب ما الجمال في قول رسول الله: العلماء ورثة الأنبياء؟ ده تعبير جميل فيه تعظيم لمكانة العلماء. نحل شكل تاني مع بعض. هو خريطة لكلمة وافر. كلمة هنا وافر نوعها اسم. طيب معنى وافر هنا ايه؟ معنى وافر كامل، ومضاد وافر ناقص. طيب الجملة: العلم وافر الفضل. طيب عايزين شبكة الأنبياء: عيسى، محمد، موسى، إبراهيم. طب شبكة العلم، أي حاجة لها علاقة بالعلم، الكتب، فرض العلم، الأبحاث، المعرفة. شكل تاني حلل كلمة العلماء: العلماء، وكلمة الأنبياء: الأنبياء. طيب عايزين نكمل حديث: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما دور الأنبياء نحو الناس؟ دور الأنبياء أنهم يهدون الناس إلى الخير. طيب إيه الجمال؟ إنما ورثوا العلم. شبه العلم بشيء مادي يورث. طيب أخذ بحظ وافر، ده تعبير جميل بيبين فضل العلم. راوي هذا الحديث كان مين؟ أبو الدرداء. ماذا نتعلم من هذا الحديث الشريف؟ نتعلم منه كذا حاجة. أول حاجة فضل العلم والعلماء، وضرورة الاقتداء بالأنبياء، وإن العلم أفضل من المال. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في درس آخر من دروس اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي.